السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم متتبعات قناة مطبخ زها. اليوم غنشارك معكم طريقتي في تحضير الخميرة البلدية، سهلة وصحية، مكونات بسيطة. غادي يحتاجوا الخابية اللي غيكون فيها الماء على الأقل نص ساعة حتى 3 سوايع، المهم غير باش يحيي لنا الماء ونقدروا نخدموا بيه وبصدق لينا الخميره البلديه، لانها كتكون شويه معقده في التحضير ديالها، ولكن الا تبعتوا هاد لي زيتاب اللي غنعطيكم ان شاء الله غادي تصدق لكم 100%. كنفضلوا نخدموا بالكاس ديال الطين، ونحتاجوا الحبه ديال التمر، يمكن لكم تعوضوها بالشريحه ولا الفول ولا اللبن اللي بغيتوا ولا اللي متوفر عندكم في البيت. فغادي نخليها 24 ساعه، نخليها تبات حتى الغدا ان شاء الله، ونحلها معكم جميعا ونشوفوا كي غادي تولي ان شاء الله. بعد ما باتت لينا الخميره اللي درت معكم البارح، كما كتلاحظ هذا هو الشكل ديالها، كيضاعف الحجم ديالها، وكما كتلاحظوا كتشوف واحد الفقاعات، فبحال هكا كنعرفوا بان راه الخميره صدقات لينا. دابا غادي نعجن ان شاء الله العجينه ديالتي بالقمح الكامل، نديرو صحي باذن الله بالخميره البلديه على بركة الله. 600 غرام ديال الدقيق ديال القمح او ديال الزرع بالنخالة ديالتو، بسم الله. غادي ناخذ الزرارع، هنا كتاخدي الزرارع اللي بغيتي واللي متوفر عندك في البيت. انا بغيت نضيف الصراحة الحلبة مطحونة، فعندي باقي ما طحنتهاش. هنا درت غير الزنجلان، ودرت زريعه الكتان والنافع والسانوج كما كتشوفوا، درت معلقه جهد معلقه صغيره، معلقه صغيره اللي درت في الحاجه. غادي ندير 20 غرام ديال زيت الزيتون، يمكن لك ديري العسل، كاينين الناس اللي كيديروا سنيده. انا ما كان صراحه ما كنحبش السنيده في الخبز، لا بغينا صحي يعني ما فيش سكريات وما فيش كاين شي حاجه، كنديروها طبيعيه. غادي ندير الخميره البلديه وغادي نعجن الكل، غادي نخلي الملحه حتى تعجن ليا مزيان، عاد غادي ندير الملحه. دونك غادي نديرها كامله، غادي نحيد التمره اللي فيها الداخل، صافي ما كاين لا شبقه هي والعظم ديالها. بسم الله. الا تبعتوا هذه الطريقه ان شاء الله الخميره البلديه ديالتكم غادي تصدق. غادي نضيف 400 غرام ديال الماء يكون دافي، غادي نعجن المكونات مدة ديال 3 دقائق. نتلاقاو بعد لحظات. هاد اللحظات غادي نضيف معلقة صغيرة ديال الماء، خليها تكمل العجين. بعد ما كملات العجين هذا هو الشكل ديالها، كيكون مرخوف واحد شويه. هنا غادي ناخذ واحد الكميه من هاد العجين، وغادي نحتفظ فيه في نفس القرعه اللي درت فيها الخميره البلديه باش نربيها. تلاحظوا انا غادي نحتفظ بها، نسد عليها وغادي نحتفظ بها في الماريو حتى نبغي نعجن عاوتاني غدا ان شاء الله، وغادي نستعملها. بالنسبه للعجين غادي نديرو في واحد الانيه اللي كتسد، غادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي ونسد عليه ونغطيه بواحد المنطه حتى يخمر. بعد ما خليته ارتاح 20 دقيقة كما تلاحظوا، عندي هنا الماء وهنا عندي الشوفان
وعندي نخالة ديال القمح، هو اللي غادي نقرص به الخبز ديالي او الخبيزات ديالي. غادي ندمج هاد النخالة مع الشوفان، نفزك شوية يدي بالماء، عندي هنا سطح العمل نقي. غادي نقسم العجين ديالي، نتوما غادي تقسموا كما بغيتوا، غادي نقسموا، غادي ندير خبيزات غير صغيورين كيف يمكن ليكم ديروهم كبار او متوسطين اللي بغيتوا، انا بغيت نديرهم غير صغار اليوم. غادي ندير الوجه ديال العجين في الماء، وغادي نحطو في الخليط ديال النخالة والشوفان، وكنوجد واحد لاطة ديال الفرن اللي درت فيها ورق ورق الطاو، غادي نحط الخبيزة ديالتي. كذلك كنستمر بحال هكا، كنفزك شوية يديا، بعد ما قرصت العجين كما كتلاحظوا راني كنقرصو. هذا هو الشكل ديالو، غادي نغطيه كما كتلاحظوا راني ما رققتوش، خليته هكا، ما كيبغيش الخبز ديال الخميره البلديه ما كيبغيش يكون رقيق، خليته غليظ واحد شويه. غادي نغطيه دافئ، يكون في واحد المكان يكون دافئ، غادي نخليه واحد 3 السوايع حتى 4 السوايع حتى نشوفو يخمر ليا مزيان. هنا بعد ما خليته يخمر كما كتلاحظوا، كنعرفوا غير ملي كنقيسوه كيبدا عاود يرجع، غادي ندخلو الفران اللي شعلته من الفوق ومن التحت على اعلى درجه، غادي ندخلو مده ديال 15 دقيقه ونتلاقاو بعد ما يطيب ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الخبز بالخميره البلديه في اله تيرموميكس، كيجي صراحه لذيذ رائع وصحي. كنتمنى جميع الاخوات يجربوا هالطريقه، فراه كتصدق 100%، رائع وسهل، سهل تحضير الخميره البلديه، غير كيجيب لكم والله راها صعيبه وانما راه سهل التحضير، كنقدروا نحضروا بها البطبوط او المسمن ان شاء الله في حلقات او في ان شاء الله فيديوهات جداد. غادي ندير لكم طريقه تحضير البطبوط بالخميره البلديه ان شاء الله، انا كنوعدكم في اقرب وقت ممكن ان شاء الله نحضر معكم المسمن، كل ما يخص الخميره البلديه. وبالنسبه للفرن كنشعلوه عليه على اعلى درجه اللي عندنا في الفرن، انا درت 250 في درجه الحراره، وشعلت ليه من الفوق ومن التحت، ودرت المروحيه. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الفرن ديال الضوء يقدروا يديروا حتى بالغاز، غير هو يشعلوا عليه مزيان ويخليوا الفران تيسخن مزيان عاد يدخلوا الخبز ديالهم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم الوصفه ديال اليوم وتجربوها. الى عجبكم الفيديو بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب، واشتركوا في القناه باش توصلوا بالجديد. خلي لي اي استفسار او تعليق في الكومونتير لتحت. نخليكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.